وأخيرا خبر مفرح يرجع الأمل عن هاتف النوت القادم من سامسونج لكل عشاق ومحبين نوت. إن شاء الله النوت راجع وبقوة. ونتكلم أيضا عن آخر الأخبار عن تاب S8 من سامسونج، فخليكم ويانا. أنا أحمد العلي وهذه هي النشرة التقنية. السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. إذن فوجود هاتف أو سلسلة النوت بالسنوات السابقة كان شيء جدا مهم لجميع محبي السلسلة، ومؤخرا مثل ما تعرفون كانت توصلنا تقارير متضاربة بخصوص مستقبل هاتف النوت. قسم من التقارير تفيد أنه النوت وصل لنهايته مع إطلاق الفولدبل، وقسم من التقارير يأكد أنه سامسونج مجرد أخذت إجازة من النوت لمدة سنة وحترجع مع جهاز نوت قوي العام القادم. لكن المشكلة أنه ماكو تأكيد عن عودة النوت بشكل رسمي. صحيح أنه سامسونج CEO أو المدير التنفيذي دي جي كو صرح أنه سامسونج حترجع تنتج النوت العام القادم، لكن الحدث الأخير لإطلاق هواتف الفولد وتحطيم الأرقام بالمبيعات رجع من جديد التساؤل حول موضوع عودة النوت من عدمها. واليوم ويانا أخبار جديدة بهذا الموضوع عن مستقبل هواتف النوت. والأخبار مرة أخرى وصلتنا من مسربنا الشهير حجي آيس يونيفيرس، وهذا الأخير قال بالحرف الواحد أنه شخص من داخل سامسونج تحديدا بالسبلاي تشين أو سلسلة التجهيز أو الإنتاج للهواتف شاهد دليل على وجود النكست جينيريشن أو جيل جديد من هواتف النوت. طبعا هذا يعتبر خبر كبير لكل الأشخاص المتشوقين للنوت، وبضمنهم آني طبعا. أخيرا صار ويانا خبر يعيد الأمل إلنا أنه حنشوف هاتف نوت من سامسونج. وكون أنه الخبر إجانا من آيس يونيفيرس الشهير بمصادر أخبار القوية، فهذا الشيء بحد ذاته مطمئن بعض الشيء إلنا، على الرغم من أنه خبر غير رسمي، لكن حنتعلق بهذا الشيء. الحقيقة نتمنى من سامسونج أنه ما تتخلى عن سلسلة النوت، خصوصا وأنه الهاتف صاحب تاريخ مشرف للشركة، إضافة إلى أنه الهاتف الوحيد اللي يجي مع سلوت أو مدخل خاص للقلم بالهاتف. وعلى الرغم من أنه المستقبل حيكون لهواتف الفولد، فممكن وبكل بساطة أن يستمر النوت ويتحول بالمستقبل إلى الرولبل فون أو الهاتف القابل للسحب، واللي حيكون النكست هوت بيس أوف تيك، الهاتف التقني المثير القادم قريبا من سامسونج. ونرجع إلى دي جي كو اللي صرح أيضا أنه سامسونج حتغير موعد إطلاق هاتف النوت، وهذا جواب لكل الأشخاص اللي دائما يسألوني عن موعد إطلاق النوت. ما راح يكون الموعد بشهر 8 أغسطس المعتاد، واللي تحول إلى موعد إطلاق سلسلة الفولدبل. أيا كان موعد إطلاق النوت واللي حنتابع أخباره ونعلن عنه بشكل مؤكد على القناة، صار إلى الآن أمر مريح نوعا ما أن نعرف أنه النوت ما زال على قيد الحياة، وإن شاء الله نشوفه قريبا. إذن وبعد هذه التغريدة المهمة من آيس يونيفيرس واللي أكد بيها أنه النوت حيرجع من جديد، وعاد الأمل لكل محبي النوت. رجع بعد يوم وغرد بالتالي: Update, note is over but it's not over, S becomes note. واللي معناه أنه النوت انتهى، ولكن مو بالضبط، لأن الأس حيصير نوت، وهذا معناه أنه سامسونج حتحاول دمج السلسلتين مع بعض بطريقة معينة تضمن بقاء الأس السلسلة المدللة لسامسونج مع استمرارية النوت الهاتف الملك والمفضل للمستخدمين. وأنه بدل إطلاق هاتف الأس 22 ألترا، فسامسونج حتطلق هاتف النوت 22 ألترا، وهذا معناه أيضا أنه حيكون هناك إطلاق لثلاث هواتف بالحدث القادم مطلع عام 2022: هاتف الأس 22 والأس 22 بلس والS22 Ultra أو النوت 22 Ultra. الحقيقة إلى الآن ما نعرف الاسم بالتحديد، لكن هذا الجهاز الجديد حيجي مع سلوت أو مدخل خاص لقلم الS Pen تماما مثل النوت، الشيء اللي ما كان متوفر على هاتف الS21 Ultra. أما بالنسبة للديزاين الخاص لهذا الجهاز فأيضا وحسب التسريبات، أكرر مجرد تسريبات بدون أي تأكيدات إلى الآن، وحسب ما شاهد الشخص من السبلاي تشين أنه الهيكل شبيه بتصميم هيكل النوت، لذلك توقع أن يكون هو هذا هاتف النوت القادم. لكن الحقيقة وحسب المعلومات فالواضح أنه الديزاين حيكون بين سلسلة الأس ذات الحواف الدائرية وسلسلة النوت ذات الحواف الحادة، يعني ما راح يكون مثل تصميم هاتف النوت 20 ألترا السابق مع الأسف، لكن أعتقد حيكون قريب بالشكل بعض الشيء من ديزاين هاتف النوت 9. الآن وحسب ما ذكرنا أنه الهاتف حيكون أعرض بقليل من هاتف الأس 21 ألترا، وواضح أنه السبب الآن هو حتى يكون بالهاتف مجال أو مساحة إضافية للقلم. حيسوون هذا الشيء حتى تستمر البطارية تجي كبيرة بحجم 5000 ملي أمبير.
إذن وبالنهاية إذا صحت هذه الأخبار حيكون الأمر هو استمرار النوت والإس، وبالتالي سواء كنت من محبي النوت أو الإس حتقدر تختار الهاتف اللي يعجبك بدون مشكلة. وممكن بعضكم يقول ليش كل هذا الدمج؟ ليش ما تطلق سامسونج سلسلة الإس بوقت والنوت بوقت آخر والفولد أيضا بنفس موعد الحالي؟ الحقيقة حيكون هذا الشيء صعب على سامسونج، لأن أساسا الأسواق مليانة بالهواتف، وجدول شركة سامسونج حيكون أيضا مكتظ بالمواعيد والأطلاق للهواتف، ناهيك عن الصعوبة بالتمييز بين سلسلة النوت والإس والتشابه الكبير اللي صار بيناتهم بالسنوات الأخيرة. كل هذا يخلي الموضوع complicated، معقد إلى حد كبير، إضافة إلى أنه سامسونج تريد تتفرغ أكثر لتطوير سلسلة الفولد بعد النجاح الكبير للجيل الأخير منها. كل هذا يخليها تتخذ قرار الدمج بين النوت والإس. وعلى أي حال حنبقى نتابع الأخبار أول بأول لتأكيد أو نفي هذه المعلومات والتسريبات، فخليكم ويانا وخلوني أعرف آراءكم بهذه الخطوة من سامسونج إذا صحت، وهل أنتم سعداء بعودة النوت بهذه الطريقة؟ بعض المعلومات الجديدة عن أقوى جهاز لوحي من سامسونج، التاب S8 Ultra. أيضا طبقا لمعلومات Ice Universe، فالتابلت حيجي مع سايز أو حجم شاشة بقدرة 14.6 إنش مع دقة عرض توصل إلى 3K، وبسبب هذا الحجم الكبير للشاشة حيحتاج إلى بطارية كبيرة، لذلك فسامسونج حتزود التابلت ببطارية بحجم 11500 ملي أمبير حتى تغطي وقت تشغيل أطول للجهاز. طبعا سامسونج حتعلن عن سلسلة التاب S8 بنفس حدث الكشف عن سلسلة هواتف S22 مطلع العام القادم، تحديدا بشهر الواحد. خلوني أعرف آراءكم عن التاب S8 Ultra، وهل حيكون منافس قوي لآيباد شركة أبل؟ وخلص هذا كان كل شيء ويانا بنشرتنا التقنية لهذا اليوم. خلوني أعرف آراءكم بأخبار اليوم. لمزيد من الأخبار والمعلومات والشروحات أكدوا من الاشتراك ويانا بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. لأي سؤال أو استفسار بإمكانكم التواصل وياي على حساباتي على الفيسبوك والإنستغرام، وتركوا تعليقاتكم بالأسفل. هذا كان كل شيء، شكرا لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نلتقي وياكم بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.